اهلا بيكم، انا ميرات السكري صاحبة برنامج ثراء بلا حدود، والنهارده عايزة اتكلم على من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. طيب ده بالنسبة للفلوس يكون ايه؟ الناس اللي عايشة دايما في من بره مبينة ان هي معاها ماديات اكتر، بتتصرف بطريقة تانية في الفلوس، بتصرف كتير، بتلبس بطريقة معينة، بتخرج بطريقة معينة، بتجامل بطريقة معينة، فمن بره عاملة شكل معين لنفسها، بس في الحقيقة من جوه في مشكلة كبيرة جدا. هما ممكن يكونوا لو حسبناها مفلسين، عليهم ديون على كل القروض، عليهم فلوس كتيرة في كل حتة، كل حاجة بالتقسيط قدام، عندهم مشكلة مالية، وهم مع نفسهم كل يوم متعذبين تعبانين، بيفكروا كتير هيعملوا ايه، وصراحة بيعملوا حاجة بنسميها بيلبسوا طواقي، يعني بيدفعوا المرة دي ده وبعدين يشوفوا حاجة تانية عشان يستلفوا منها عشان يدفعوا اللي بعديها، يعني كتير قوي لازم يدفع، بيكون دين جديد، فبيستلفوا من ده عشان يدفعوا ده، بعدين يستلفوا من ده عشان يدفعوا ده، ياخدوا من الكارت ده عشان يدفعوا ده، بيسموها بنلبس طواقي، ودي بتحصل على كل المستويات، في شركات بتعمل كده، تستلف من بنك عشان تسد حاجه، تستلف من حد تاني تسد حاجه، وفي افراد كتير دلوقتي عايشه على كده. ليه؟ اول حاجه هم بيحسبوا ان الماديات هي اللي بتحددهم، يعني في مشكله كبيره جدا جوه، ان هم بيحسبوا ان هم لو ما قدروش يجاروا الناس في طريقه اللبس او في طريقه الصرف، ان هم مش كفايه، ان هم مش ما ينفعوش يتصاحبوا، ان هم مش ذات قيمه، للاسف بطريقه اقولها مش ذات قيمه، هم مش عاملين قيمه لنفسهم، هم قيمتهم في الاشياء، في الساعات والخواتم واللبس والخروجات المعينه او اي كان، او العربيات او زي ما هي، او الموبايلات، حسب كل واحد بيصرف ازاي، بس هم معتقدين ان لازم يحتفظوا بهذا الشكل. هما مش عارفين بقى ان هما بيدفعوا ثمن غالي جدا 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 قصاده. في ناس منهم بيعيوا جدا، بيجي لهم توتر فظيع، لان الفلوس اكتر شيء بيتوتر، لان ده مع لو الواحد عايش باكثر من مستواه المادي ايا كان، بيسموها living beyond one's means بالانجلش، على طول عايش في مستوى اعلى من امكانياته، لو الواحد على طول مستمر، مش بتكلم في 6 شهور ولا سنه ولا حتى 3 سنين، لو انا عارفه ان بعد كده الدنيا هتتعدل، او ضامن ان انا بس مستني حاجه تحصل او حاجه تتباع، في حل للموضوع ده رسمي اوكي، بس انا لما هيتي 2000 وغالبا هتفضل 2000 2200 2400 2500 الفتره الجايه، ما ينفعش يكون مصروفي 5، مش حاجه مش بتنفعش تستمر، هيبقى ان انا بستلف من طوب الارض، انا عندي مشاكل مع الكروت، انا عندي مشاكل كذا، يمكن تلت ابيع في الحاجات اللي بجيبها في مشاكل، في ناس باعت، انا اعرف شخصيا ناس باعت بيوتها، بيوت تمليك، عشان لما جم يبصوا هم جابوا ايه، لقوا اللي جابوه كله كان خروجات، شويه لبس، شويه فسح، سفريات مثلا، بس فين الحاجه؟ يعني ازاي شقه باي كان رقم ب 400 ب 500 بمليون اتباعت عشان تسد حاجات ما كانش لها قيمة؟ في ناس أفلست رسمي، أفلست رسمي، يعني البنك المركزي قفل لها كل القروض، قفل لها كده، لأنها مش قادرة تسد أي حاجة، فالتمن عالي قوي، التمن عالي قوي من الأعصاب. ومش عايزة أقول إن في ناس فعلا من كتر ما بتجي لها التوتر ممكن بيجي لها زبحة، بيجي لها حاجة، مواضيع وحشة جدا، لأن من أكتر الحاجات اللي بتوتر البني آدم إنه يعيش بره إمكانياته. وهي بصراحة أنا بالنسبة لي، ليه من بره هلا هلا وانت من جوه ما عندكش ده؟ ليه ما بقاش أنا هو أنا؟ طبعا هي الحاجات دي لها حلول ولها مفاهيم للفلوس، وأول حاجة فيها بالنسبة لي أنا لازم يحبوا أنفسهم ولازم يقدروا ذاتهم من غير الماديات، من غير الماديات. على فكرة ننزل الأرض بيبي فوق عندوش حاجة خالص، لا يملك شيء لكن يسوى كتير، هو نزل بيبي كل الناس مهبولة عليه، كل الناس مبسوطة بيه، لأنه حاجة هدية من عند ربنا، فاحنا اوريدي لينا قيمه، احنا قيمتنا مش في الحاجات اللي بنحطها علينا او بنجيبها حوالينا، دي لعب، دي شويه حاجات لذيذه بس ليس لها ضروره لهذه الدرجه. انا ميرات السكري بساعد الناس ازاي تفهم الفلوس، ازاي تتعامل مع الفلوس، ازاي تنجح في تعاملها مع الفلوس، ازاي تنجح انها ترتاح مع الفلوس. فلو انت احب تبقى معانا من فضلك اعمل سبسكرايب على اليوتيوب بتاعي، انا على طول بتكلم في المواضيع دي. تاني حاجه عشان تتاكد بس ان يجي لك الفيديوهات، تاني حاجه ادخل معايا على الويب سايت بتاعتي miratsukari.com، سجل اسمك عشان برضو تبقى عارف الدورات الجديده، في محاضرات مجانيه بنعملها بتتبعت، في محاضرات نعملها بطرق تانية، كل الطرق للتعليم، خليك معايا دايما، وطبعا صفحة راحتك في ايدك. وفي الاخر صراحة
يلا.